صح منصه واه منصه تعال زيد ونوضه واحد الحلقه يعاود تعال That's it. مع هاد العتاق هما هنايا كنشوفوهم الاخوان ديالنا هما حاضرين معنا ومساكن راه اليوم راه عندهم واحد الظروف نطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يفك لهم الحال الوحايد ديالهم وهادشي اللي نقولوا لهم واسي طارق واخا
نهضروا نرجعوا للبيصره. شنو هي الوصفه ديالك السحريه باش كتخلي الناس انهم ديما يجيو عند الطبيب؟ الوصفه السحريه خصك تكون اول حاجه المعامله مع الكليان. هذا هو السحر ديالك، تعامل مع الكليان واحد الطريقه، ما تكونش طالع بزاف مع الكليان. الكليان خصك ترضيه، تخلي على الخاطر ديالو، وواحد كيوصل لواحد حتى كيجيو مزيان، هادشي هذا كيجي مزيان. هادشي اللي كاين، هادي هي السحريه ديال الوصفه البيصاره. واخا شنو تبغي تقول للناس اللي كيشاهدوك الان؟ وكنشكرهم بزاف، هاد الناس اللي كيشوفونا كنشكرهم بزاف، ونعرفهم بالاسم ديالي، سميتي رشيد القصاصي، من الساكنه الدوار ديال الجامعه الزواده. وكنشكر حتى هاد الناس ديال العوامره، هاد الرئيس المجلس الاقليم ديال العرايش وديال الزواده مصطفى السنتي، وكنشكر الاعضاء. واخا شنو عندك هنا؟ عندك من غير البيصه، عندك بيصره واتاي. كاين سندويشات، وغادي انا معالجو بلاد ان شاء الله. كنقول له بقيت انا في شهر ثلاثه غنولي ندير العصير ديال الليمون. الله يسهل المسار. هادشي اللي كاين. شكرا. وكنشكركم بزاف على الحضور ديالك السي مهندس. وكنتمناوك مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. اذا كما كتشاهدوا هذه هي الاكله البيصره. الكل كيعرف بان اكله البيصره من بين اللي كنلقاو عليه اقبال كبير بطبيعه الحال.